للمقاومة الإيرانية. أهلا مرحبا، trial. أنا حكيم جيفريز، أمثل المقاطعة الكونغرس النيابية الثامنة هنا في نيويورك، وأنا أرأس التجمع الديمقراطي، وأود أن أشكركم على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر حتى نناقش إيران حرة علمانية وغنوية. الحكومة الإيرانية تقوم بقمع مواطنيها وتصدر الإرهاب حول العالم، وبالتالي أثني عليكم على شجاعتكم وعلى قوتكم وعلى قيادتكم في المساعدة على تحقيق الهدف في أن يكون لدينا إيران حرة علمانية وغير نووية، وأن تمنحوا الشعب الإيراني الحريات التي يستحقونها. أقف معكم، أنا أعرف أن أعضاء الكونغرس على كلا على الطرفين من ديمقراطيين وجمهوريين يقفون معا، من النواب والأعيان يقفون معا، وأيضا على إدارة بايدن أن تفهم أهمية تحقيق وجود إيران غير نووية علمانية وحرة. نود أن نطلق المواهب والقدرات اللامعة للشعب الإيراني المقموع حاليا من قبل هذا النظام القمعي، وأن نرفع أواصر الأغلال عن الحريات للجميع. بارك الله فيكم، وبارك الله في جهودكم، وطبعا بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية.